الشيخ معنا عدة أسئلة هذه الليلة، فيقول السائل في السؤال الأول: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان وهو نائم فماذا يكون عليه؟ بالنسبة للصائم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، بالنسبة للصائم إذا نام بالنهار في نهار رمضان واحتلم ونزل منه المني فصيامه صحيح، لأنه ده ما باختياره، صيامه صحيح، ما عليه قضاء ولا عليه كفارة، ويومه ده يوم تام ويوم صحيح، لأنه ده ما باختياره، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. الإنسان لو نائم حصل منه أي شيء ما بيؤثر على الصيام. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: إذا اضطر المسلم للحجامة في نهار رمضان فهل يحتجم؟ الحجامة يا إخواننا، الحجامة كونها من المفطرات للصائم أو ليست من المفطرات اختلف فيها العلماء اختلاف طويل طويل، والذي رجحه علماؤنا أن الحجامة من المفطرات للصائم، يعني الصائم له صائم واحتجم عمل حجامة صيام اثنى جماعة فسد، يا إما يحتجم قبل وقت الإمساك يا إما يحتجم بعد اثنى جماعة بعد الإفطار. أما إذا اضطر اضطرار شديد إنه يحتجم في نهار اليوم اللي هو صائم فيه وكان عيان يعني مريض مرض شديد مضطر فيحتجم، لكن بيكون أفطر اليوم ده ويصوم محل يوم بعد رمضان. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول السائل: ما حكم العمل في مصنع السجائر علما بأن السائل خارج السودان ولا عمل له غير ذلك؟ السجائر يا جماعة والشيشة والمعسلات والمخدرات والبنجو والصعود دي كلها حرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، وربنا قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو سألنا سؤال: السجائر ما يكون من الطيبات زي اللحمة وزي اللبن وزي الأشياء اللي بتناولها الناس، يا إما يكون من الخبائث، يا طيبات يا خبائث. السجائر والصعود بتخطها وين، مع الطيبات ولا مع الخبائث؟ مع الخبائث. فأي حاجة خبيثة ربنا حرم عليك. والحديث: لا ضرر ولا ضرار، أي حاجة مضرة تضر بدن الإنسان وتؤدي به إلى الضرر أو الهلاك برضو محرم عليك، وثبت طبيا انه الاشياء دي بتجيب السرطان وبتجيب امراض خطيره جدا جدا بالنسبه للي بيشربها وبالنسبه لناس البيت ذاتهم القاعدين معاك، كان اولادك كان مرتك، ويستنشقوا الدخان بتاع السجائر ده معاك طوال، دي ذاتهم في خطوره شديده وبيصيبهم ضرر شديد في الغالب. فعشان كده الشريعه حرمت هذه الاشياء. في ناس يقول لك: لا جيب لنا ايه عديل قالت الصعود حرام أو السجائر حرام. هي الآية جات أوضح من ذلك. ما هو أصل زول اللي بتلقى الحجج ده وزول اللي يوقل ما در يستجيب لشرع الله، إذا لقى آية ذاته قالت السجائر حرام مثلا حيقول مقصود يا تو برنجي ولا بحاري، لأنه أصلا زول لا يوقل. لكن ربنا قال: الطيبات كلها شنو؟ حلال، والخبائث كلها حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللي بضرك ده حرام. يبقى ده أقوى ولا ما أقوى؟ عشان ما تقول مقصود برنجي ولا مقصود جولد ولا غيره، كله حرام، خبيث حرام، بضرك حرام. بعدين لو جات حاجة تانية في المستقبل غير السجائر وغير الصعود وما كانت موجودة زمان لكن بتضر تدخل في الحديث، خبيثة تدخل في الآية، فده كده أقوى وأوضح. فبناء على ذلك إنها محرمة، يبقى بيعة والتجارة فيها
والشغل في مصانعها كل محرم، والقروش اللي بتجيك من الكلام ده حتى لو عندك دكان فارش لك فيه سجائر وبتبيع معه صعود ولا غيره، القروش اللي بتجي من هذه الأشياء المحرمة القروش دي ذاتها حرام. فما يجوز له يشتغل كان برا السودان ولا جوا السودان، الشغل راقد والمهن راقدة والوظائف والتجارة وغيره، الإنسان بلقى شغل غيره. أحسن الله عليكم. السؤال الرابع يقول السائل: كيف يتحصن المسلم من العمل والكتابة وما يفعله الجن والكهان؟ أول حاجة يا جماعة مسألة الكهان، منو الكهان دي؟ الفكيه ده الكاهن ذاته، ست الودع دي الكاهن ذاته، ودل في الشريعة كفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي بيمشي ليهم مش هم، اللي بيمشي ليهم وبيصدقهم كافر، العلماء قالوا فكيف بهم ذاته، دي الكفرة ما مسلمين. حتى لو كان إمام جامع بيكتب البخرات والمحايات للنسوان وزول عاطل قاعد يكتب للنسوان وكده، ده كافر ما مسلم وبيعمل الحجبات، ولا يجوز أن يصلى وراءه. وللأسف إنه الكلام ده منتشر الآن، وهو ما يسمى بالدجل والشعوذة، ده دجال ومشعوذ، والمرة اللي بيسوي كده دجال ومشعوذة، فديل ما بيجوز يا جماعة الذهاب لهم أبدا. ويسمهم في الشريعة الكهان ويسمهم العرافين، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بيمشي لهم وبيصدقهم كافر، واللي بيمشي لهم وما بيصدقهم قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم ما تقبل صلاة. هو قال شنو السائل في السؤال؟ قال كيف يتحصن يعني؟ التحصن إنك بعد ما صلي الصبح تقول أذكار الصلاة، بعد ذاك طوالي تقرأ الأذكار بتاعت الصباح. أذكار الصباح ما الورق جابوها التجانية والسمانية والقادرية، لا لا، دي ما عندها علاقة بالدين ولا علاقة بالإسلام. أذكار الصباح هي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قال أحمد التجاني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأذكار المساء هي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أذكار الصباح والمساء مثلا تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح، 3 مرات، وفي المساء 3 مرات، دي بتكفيك من أي حاجة، أي حاجة بتضرك لو قلت دي 3 مرات الصباح الذكر ده و3 مرات المساء ما في حاجة بتضرك. أو تقرأ الإخلاص 3 مرات والفلق 3 والناس 3 مرات، كل واحد 3 مرات الصباح وكل واحد 3 مرات المساء، ما في شيء بيضرك تاني، وغيره من الأذكار الموجودة. الشيخ يعني في بعض الأوراد بيزعم المتصوفة إنه هي بتحل محل هذه الأذكار، فهل صحيح؟ لا، دي ما عندها علاقة بذكر ربنا يا أخوان. الذكر اللي بيجيبوا الصوفية ده النطيط والرقيص، يا أخي ناس بيرقصوا في الجامع بيت الله، وربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع، بيرقصوا جوا الجامع ويهز نصهم، راجل خايب ما راجل ذاته زي الناس، يهز نصه في بيت الله في الجامع يقول ده ذكر؟ والله ما في أحد عاقل، ما في عاقل عنده ذرة بتاعت عقل يمكن أن يعتقد أنه ده ذكر لربنا، راجل يرقص بنصه خايب رجالته ذاته ما تامة يجي يقول ده ذكر لربنا؟ ما ذكر لربنا. فالبيفعلوا الصوفية والكتب اللي بيكتبوها بتاعت الأوراد دلائل الخيرات والسبع المنجيات وما أعرف ليك الحزب السيفي والحزب الناري والحزب الجنزيري وغيره، ده كله كلام فارغ وكلام باطل لا موجود في القرآن ولا موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على بطلان إنه كل طريقة من الطرق الصوفية عندها ذكر شنو؟ براو، يبقى ده ما حق ربنا أصلا، طريق الرسول ما واحد وذكره ده ما معروف، كل طريقة بتنجر لها ذكر براء، شيخة بيألفه من رأسه ويقول لك شيخة لو ذكرنا ده خليته وأخذت ذكر طريقة تانية بتجن، وبذكر بجنن، وربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كيف تجن؟ لكن ده شغل بتاع شياطين ما عنده علاقة بالقرآن
وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. السؤال الخامس والأخير في هذه الحلقة، يقول السائل: إمام عرف أن الصلاة في المساجد التي بها قبور لا تجوز، ومع ذلك يجوز الصلاة، فهل تجوز الصلاة خلفه علما بأنه يصلي في مسجد ليس فيه قبر؟ الصلاة في المسجد اللي فيه قبر ما بتجوز يا جماعة، باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وغير من النصوص والأدلة. فعلى هذا الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى وينصحوه ويعلموه إن الصلاة في المساجد فيها القبور ما بتجوز، لازم يتعلم وينصح ويذكر له الأدلة وكلام العلماء وكلام الفقهاء، والله أعلم. الشيخ يعني السائل بيقول يعني هل بيجوز الصلاة وراءه ذاته؟ يعلموه ينصحوه. بعض الناس يا جماعة الواحد بيكون عنده إشكالات مع ناس، أنا ما بقصد السائل ده السؤال ده لا، عموما يذكرني يعني، فيقوم يسأل أسئلة معينة عشان يقنطرها في شخص معين، عشان كده أنا بتعمد أجيب الجواب العام في المسألة. أحيانا لما نحس إنه السؤال مقصود به شخص معين وزول ده يمشي يعمل به شمطة ومشاكل، فأنا اللي بهمني أجاوب على السؤال بكلام علماءنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المشاكل اللي بيناتكم وبين الناس بطريقتكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. المشاهدين الأعزاء، مشاهدي برنامج مجالس رمضان، نكون بهذه الإجابة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونشكركم على حسن المتابعة، وأيضا نشكر شيخنا شيخ مسمي الفقيري على تفضله بالإجابة على ما تقدمونه من أسئلة، وإلى أن نلتقيكم غدا بمشيئة الله في حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.